أيها المتكركرون، أيتها المتكركرات من أبناء شعب المتكركر، تحيتي لكم في الجزائر بولايتها 48 بقراها والبلديات نتاعها والأحياء. تحياتي لأصحاب سكنات البناء الفوضوي وأصحاب البيوت القصديرية اللي يتكركروا طول العام، ولكل الإخوة في المغرب من المتكركرين والمتكركرات. تحية خاصة لكل الأساتذة والأطباء والبطالين والمتقاعدين والمفصولين من العمل والعوانس والمطلقات والأمهات والآباء واليتامى والدعاة والعمال والإطارات المهمشة والمهاجرين والحراقة والمرضى اللي راهم يتكركروا في المستشفيات والمشردين اللي يتكركروا في الشوارع والطرقات وضحايا المأساة من المتكركرين والمتكركرات من أبناء المخطوفين والمخطوفات. وتحية لكل المظلومين من شعب التكركير. تحياتي لكل مكركرين في الخارج بكل لغات التكركير. اليوم حبيت نكسر القاعدة ونعمل هذه المداخلة بطريقتي التكركيرية، وأتمنى أن تفهموا مغزاها أيها المتكركرون والمتكركرات. هي طريقة للبكاء على حال بلادي من التكركير اللي راها عايشته الناس، تشبه الضحك على طريقة المسؤولين على الشعب، سيما وأن الجزائر أصبحت مسخرة ومضحكة في العالم يتسلى بها الناس ويتسلون برئيسها اللي راه يتكركر هذه الأيام ويكركر في الشعب معه. الجزائر صبحت مزرعة لأفكار التكركير ومستشفى مفتوح والسينما تلعب على الهواء، بعد ما كانت أرض وقبلة للثوار والأحرار. يكفي فقط أن نذكر ببعض الأسماء اللي صنعت التاريخ مثل سعد الدين الشاذلي ونيلسون مانديلا، ونذكر واحد من الأعلام اللي هو الشيخ الغزالي اللي كان يحارب في طرق التكركير. وعلى وزن الطرق العديدة سواء اللي تحكم في الجزائر أو في دول أخرى ويتعبد بها بعض الطرقيين كقراءة بعض الأوراد، وعلى طريقة التكركير اللي أصبح يعيشها الشرفاء في الجزائر والمخلصون في أوطان أخرى في الوقت اللي صبحت الرداءة، وكل أساليب التكركير هي اللي تمشي وأصحابها هم اللي ترفع لهم الأعلام ويوضع لهم البساط الأحمر ويستشار اللصوص ويحارب الأمناء. ننصحك خويا المكركر، وحتى الأنوار تتلألأ أمامك والشماريخ والمفرقعات في السماء الضوي، افتح صفحة من الصحف ولا تحاشي واحدة من اللي كركروا في الشعب كل يوم عبر أخبار التكركير، وافتح قناة من القنوات ولا تحاشي منهم واحدة، ثم القي جد جدهم في سلة المهملات وقل أعوذ بالله من التكركير اللي رنا فيه. ضع يدك على الفأرة واليد الأخرى في لوحة التحكم، وهيا معايا ناخذك باش تشوف المواقع الأجنبية كيف مصممة، شوف المواضيع اللي فيها، شوف القنوات ومستوى الحوار اللي فيها، شوف مستوى الوعي عند الأطفال والمناظرات كل يوم والموائد المستديرة، شوف التنظيم، شوف النظافة، شوف مستوى الخدمات في المستشفيات، وشوف مستوى المعيشة، وقل أعوذ بالله من التكركير اللي راها فيه الجزائر والمغرب وليبيا وسوريا واليمن ومصر. ونخلي لك التفاصيل، ادخل للانترنت وبدأ تطوف شرق وغرب، ادخل جوجل ايرث وبدأ تتكركر في العالم، وشوف العالم كيف اصبح حيث الضبيبة في الصحراء في الوقت اللي فيه هناك من الجزائريين مازال ما راهوش فاهم باللي راهو يتكركر ويكركروا فيه، وحاسب روحه راهو في سياحة ويقول محلاها برودة. ايه الجمل لما يخرج يرعف من السخانة واسياده عايشين بالمكيفات، ولما يحب يطالب بحقوقه يكركروه فيه. من لا يجد العمل والزواج والسكن واموال الشعب تنفق في المهرجانات.
هذه في خاطر دليلة، وهذه في خاطر كريمة، وهذه في خاطر عيشة. انزل للجزائر وشوف الناس المخلصين وأصحاب الكفاءات كيفاش راهم يتكركروا. اطرح السؤال على نفسك وقل علاش الجزائر تتكركر وهي اللي عندها الكفاءات والإطارات؟ علاش الجزائر تتكركر وثرواتها تقدر تعيش قارة بأكملها؟ علاش الرئيس يتكركر على كرسي وهما يكركروا في الشعب معاه، هما اللي جابوه ويقولوا للشعب انت اللي انتخبته؟ اطرح السؤال. هما اللي داروا الناس في البرلمان ويقولوا للشعب انت اللي انتخبتهم، هما اللي عينوا المياه ويقولوا للشعب انت اللي انتخبتهم، هما اللي داروا الوزراء ويقولوا للشعب انت اللي راضي. اطرح السؤال، كيفاش الانذال والاراذل في الجزائر صبحت كلمتهم مسموعه؟ قل لي يرحم باب باك يا المكركر، علاش كركروا مصالي؟ علاش كركروا فرحة عباس وبن خدة والإبراهيمي؟ وعلاش كركروا بوضياف وبن بلة وآيت حمد؟ وعلاش كركروا الشاذلي؟ وعلاش كركروا إطارات ودخلوهم للمعتقلات والسجون ونفوا خيرة أبناء الشعب؟ وقل لي علاش الشعب كامل يتكركر منذ 1962 في الرياضة، في السياحة، في السياسة، في العمل، في التربية، في الصحة، في الدعوة، في كل مجالات خيراتنا الحسادة تسيح لعابنهم عليها؟ ناس عايشة من بترول وغاز الصحراء وناس تاكل في الشوك. حبيت نسقسيك خويا المكركر، قالوا لك الطريقة الكركرية طريقة أجنبية وجات من المغرب. هذ الناس اللي حابين يكركروك اسألهم منين جابوا تفليقة، ومنين جاب صالح، ومنين جا زرهوني، ومنين جا دحو القابلية، ومنين جا شكيب خليل وخليل بير بغطاه. زيد تكركر يا المكركر واسأل من وين فكر الإخوان والوهابية والسلفية والشيعة والصوفية؟ عارف باللي كركروك إذا حبيت تفهم. أي اسمع إذن وخليني نكركرهم. اسألهم منين جات نوادي الروطاري، ومنين جا حليب سويس، منين جيهم الشيكولا، ومنين يجيهم منظف المؤخرات، ووين يغيروا ملابسهم الداخلية؟ منين جيهم الحلويات والعطور؟ خويا المكركر اسألهم على مخابرات العالم علاش يتعاونوا معها ضد أبناء الشعب. اسألهم كيفاش فسدوا الشعب وكيفاش ميعوه. اسألهم وين بدوا الأموال تاع الشعب. اسألهم على التاريخ اللي ضيعوه. اسألهم كيف صنعوا بطاقات المجاهدين المكركرين وكيف صاروا أثرياء في عشرية التكركير. اسألهم على الهكتارات اللي بدوها والمشاريع والصفقات اللي عقدوها، وما نكثرش عليك بالتكركير. اشرب كاس عصير واسمع للبندير وارقص للشواذ في دولة التكركير.